سافر في سفر ومكث 3 أيام، هل يحق لي أن أفطر في 3 أيام في السفر؟ إذا كنت مسافرا يحق لك أن تفطر في أثناء الطريق، في أثناء الطريق وفي البلد الذي مكت فيها. مثلا لو ذهبت إلى عمرة، نعم، تبي تبقى مكة 5 أيام 6 أيام، افطر ما في مانع في أثناء الأيام هذه، في أثناء الأيام في مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في يوم 18 أو 20 من شهر رمضان، وبقي مفطرا كل الشهر ما صام، يأكل الصلاة ويأكل ويشرب النهار حتى لو ما كان هناك مشقة. نعم، ولو كان في مشقة.